صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في لبس الرجال للذهب الأبيض، وهل له أحكام الذهب المعروف؟ ما فيه الذهب الأبيض، هذا ما هو ذهب أبيض، هذا معدن من المعادن النفيسة، ولم يأتي النهي إلا عن الذهب، فما كان ذهبا فالحكم معلق به، وما كان غير ذهب فإن الأصل الإباحة في لبسه.